أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا سعدان بن يحيى بن صالح اللخمي حدثنا صدقة بن أبي عمران عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد قال أبو عوانة حدثنا عن جابر عن عمار هو الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا يزيد بن عبيدة حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن العمري عن سعيد المخبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليكثل عن يساره ثلاثا، وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس.
حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلاعب الشيطان به في المنام. حدثنا أبو بكر حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس العقيلي عن عمه أبي رزين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وأحسبه. قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا وعسلا ورأيت الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل ورأيت سببا واصلا إلى السماء رأيتك أخذت به فعلوت به ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به ثم أخذ به رجل بعده فعلى به ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر دعني أعبرها يا رسول الله. قال أعبرها. قال أما الظلة فالإسلام وأما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق أخذت به فعلى بك ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به ثم آخر فيعلو به ثم آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض تنطف سمنا وعسلا فذكر الحديث نحوه. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكنت أبيت في المسجد، فكان من رأى منا رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: اللهم إن كان لي عندك خير فأرني رؤيا يعبرها لي النبي صلى الله عليه وسلم. فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي، فلقيهما ملك آخر فقال: لم ترع. فانطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذوا بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال: فكان عبد الله يكثر الصلاة من الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى شيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكأ على عصا له، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له: قال بعض القوم كذا وكذا. قال: الحمد لله، الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال لي: انطلق. فذهبت معه فسلك بي في نهج عظيم، فعرضت علي طريق على يساري فأردت أن أسلكها، فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت علي طريق عن يميني فسلكتها حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي، فإذا أنا على ذروته، فلم أتقار ولم أتماسك، وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسكت؟ قلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة، فقال: قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت، فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. فإذا هو عبد الله بن سلام. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها يمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرة والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في يدي سوارين من ذهب، فنفختهما فأولتهما هذين الكذابين، مسيلمة والعنسي. حدثنا أبو بكر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس قال: قالت أم الفضل: يا رسول الله، رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك. قال: خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فترضعيه، فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قثم. قالت: فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فوضعته في حجره فبال، فضربت كتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجعت ابني، رحمك الله. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، أخبرني ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة وهي الجحفة، فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزى المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا أبو بكر الهذلي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكره الغل وأحب القيد، القيد ثبات في الدين.